بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة أهل الأعذار. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه، وبعد. أيها المستمع الكريم، نتحدث اليوم إليك في هذه الحلقة عن كيفية صلاة أهل الأعذار من المرضى والمسافرين والخائفين الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. فقد خفف الشارع عن هؤلاء وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف، لأن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما إن استطاع، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه والحالة هذه يصلي قاعدا. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة في القيام، بل المعتبر المشقة الظاهرة. وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه عن أجر القائم، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة، فكيف قعد جاز. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا لأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء،
أو لأن ملابسهم نجسة ولا يستطيعون غسلها أو استبدالها أو لغير ذلك من الأعذار التي يقولونها. وهذا خطأ كبير وجرم عظيم، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة أبدا. فإذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه تلك الشروط أو الأركان أو الواجبات، ويصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل. فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا تعاد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه. ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. أيها المستمع الكريم، ما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يتعذر عليه القيام ثم طرأ عليه خلاف حاله، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا في أثناء الصلاة، ويتمها عليها وجوبا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين تأثرت شقه عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. أيها المسلم، إن مقام الصلاة في الإسلام عظيم، ويطلب من المسلم بل ويتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض بحال، لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة الثانية إن شاء الله، لنواصل معكم الحديث في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.